البدايات ذات وهج خاص، فكيف بغرة شهر يوصف بشهر الله؟ البشائر والروحانيات، الرحمة والغفران، والعتق من النيران، هو نور لأهله وبركة لمحبيه. فيه نجتمع على المحبة والسلام، التواد والإخاء. فيه تتهذب النفس من كل ذي سوء وضغينة، تتصافح القلوب قبل الأيادي، وتخر الجباه ساجدة خوفاً وطمعاً، حباً وطاعة لله. رمضان أيام معدودات ولحظات جميلة ذات بريق لا ينقطع. الصيام والصلوات صوت المآذن تصدح بالله أكبر، وأيام فيها من البركة ما يهون كل صعب. رمضان مسحة كف على رأس يتيم، صدقة في يد فقير، وتبسم في وجه أخ لك، صلة للأرحام، صلاة والناس نيام، دمعات في جوف الخد من فرط الخشوع والقيام. رمضان موائد تعج بخيرات الشهر الكريم وما تطيب به الأنفس، وجمعات تغشاها المودة واللطف والرزق الوفير. كلنا لله وكلنا واحد في الإنسانية، فلنهم في هذا الشهر الفضيل أن نتفقد أحبابنا لنكن عونا للآخرين، يدا بيد نحقق الخير والأمنيات. بروج العقارية تتمنى لكم الخير في شهر الخير.